مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا، رحبوا معي بالأستاذ محمد أبو المعاطي، صاحب شركة كيان لتنظيم الرحلات السياحية. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك وكل ضيوفك الكرام. شكرا لك. طبعا احنا مبسوطين جدا بتواجدنا عندكم بمكتبكم الخاص بدبي. بحب الآن أتعرف عليك ونعرف أستاذ المشاهدين أكثر عن بداية مشوارك بدولة الإمارات، كيف بلش مشروع البزنس معك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا أنا جيت الإمارات سنة 2018. حلو. تمام. شغلي الأساسي كان تجارة السيارات. تجارة السيارات ورثتها عن والدي الله يرحمه. رحمة الله. اشتغلت بيها، خدت يمكن معظم خبرات حياتي كلها كانت عن طريق تجارة السيارات. تمام. جميل. بعدين لما جيت دولة الإمارات فكرت أول شيء لما حبيت استثمر فلوسي حبيت استثمرها في الشغل اللي انا بفهم فيه. فكرت في تجاره السيارات، بس لقيت الموضوع هياخد مني وقت ومجهود اكتر بكتير. تمام. خاصه ان كل دوله لها سيستم مختلف خالص عن اللي اتعلمته في حياتك في اي دوله تانية. طبعا. بعدها فكرت افتح كم مجال، فكرت في كذا مجال. من ضمن المجالات اللي فكرت فيها كان مجال السياحه. تمام. مجال السياحه مجال خفيف وسهل جدا جدا ان انت تتعلمه. بالظبط. ودبي برضو بتساعدك في هذا المجال. بالظبط. خاصه ان انت عندك يعني كل وسائل الترفيه الموجوده بالعالم موجوده بالامارات. فهذا كانت سبب رئيسي للنجاح. حلو. ان انت دايما بتختار الافضل لك والافضل والمناسب بالنسبه للاسعار. تمام. بعدين لما فكرت في الموضوع جلست مع كذا واحد عندهم خبرات في كذا مجال، كل واحد كنت بجلس معاه كان بيقول لي حاجه مختلفه عن الاخر. فحسبت الموضوع في دماغي فقلت طب ليه كل واحد بيقول لي حاجه مختلفه. من هنا جت لي فكره ان انا الاول اشتغل في مجال السياحه في اي شركه سياحه تكون شركه كويسه اقدر ان انا اخد منها الخبرات وبعدين اقدر استثمر فلوس. تنطلق بدايه مشروعك بحياتك. حلو. اشتغلت في مجال السياحه وفتحت الشركه تقريبا من سنتين. احنا عندنا فرعين، فرع في دبي اللي احنا موجودين فيه حاليا، والفرع الاخر بعجمان. جميل ما شاء الله. ان شاء الله طبعا بنشوف شركه كيان بجميع دول الخليج مش بس هون بالامارات. ان شاء الله. خلينا الان نوضح للمشاهدين اكثر عن خدمات شركه كيان لتنظيم الرحلات السياحيه. شو المقصود بالرحلات السياحيه؟ وين انتم بتعملوها اكثر شيء؟ الرحلات السياحيه خدمات شركتنا بصفه عامه، احنا عندنا العميل يؤمر واحنا بننفذ. اها. حلو. يعني احنا في خدمه العميل، في اي وقت عندنا الاستاف شغالين 24 ساعه، اي وقت الاستاف موجود. عندنا بندعم اللغه الفرنسيه، عندنا بندعم اللغه الانجليزيه، وايضا اللغه العربيه واللغه الايطاليه. برافو عليك. تمام. عندنا اربع لغات في الاستاف، كل واحد مختص بدوله معينه، او اللي حابب بيتكلم انجليزي بيرد عليه متخصص الانجليزي، اللي حابب فرنسي، اللي حابب ايطالي، اللي حابب عربي، كلهم موجودين. تمام. خدمات الشركه عندنا، احنا عندنا مبدئيا انت لو حابب تيجي دبي اول شيء بتفكر فيه تعمل فيزا لدبي. طبعا بنعمل الفيزا لدبي. يعني انتوا بتبلشوا من الفيزا. من الفيزا. تمام. بعد ما الفيزا بتطلع ثاني شيء بتفكر فيه تحجز طيران. بالضبط. بنحجز لك طيران. تمام. ثالث شيء الاوتيل. لا، خلينا الاول في تاجير السيارات. علشان تاجير السيارات هتجي لك السياره لحد المطار وتسلمها ايضا بالمطار، ودي خدمه مجانيه بتقدمها شركه كيان للسياحه. اها. حلو. يعني ما عليها رسوم ولا اي شيء، انت بس تقول لنا موعد وصولك بنحجز لك ونسوي لك كل شيء، والسياره بتجي لك لحد المطار مجانا وتسلمها بالمطار مجانا. حلو. تمام. اللي هي مده الرحله. اللي هي مده الرحله كامله عندك. حلو. برافو عليك. تمام. بعدين العميل لما بيستلم سيارته وين بده يروح؟ بيروح الفندق. طبعا بنحجز له الفندق. عندنا الفندق، خدمه الفندق وخدمه تاجير السيارات، وايضا لو حابب تحجز يخت كلها خدمات الشركه بتقدمها وتدفع عند الوصول. يعني ما يحتاج تحول مبلغ ولا اي شيء، تقدر تحجز الفندق باسعار اقل من جميع المواقع بالعالم. وشيك، انا بقول للعميل شيك قبل ما تحجز من عندنا، شيك على اي موقع لو حصلت اقل احجز، بس ما يعني حتحصل اقل من عندنا. يعني برافو عليك على الثقه اللي انت بتحكي فيها كمان. حلو. الله يخليك. تسلم. كمان عندنا رحلات الداخليه. وين بدك تروح؟ دبي. في دبي. ودك تروح فين؟
برج خليفة، سفاري، كله موجود. أي مكان أنت حابب تروحه كسياحة داخلية داخل الإمارات إحنا موجودين فيها، بنعمل لك الحجز وكل شيء تمام، وإن شاء الله ما نقصر مع العمر يعني. برافو عليكم ما شاء الله عنكم. طبعا خليني أتوجه للسؤال اللي بعده، اللي هو التميز اللي أنت اكتسبته في هذا السوق الضخم. يعني إحنا بنعرف شركات عمرها سنوات طويلة، ولكن شركة كيان خلال مدة زمنية قصيرة اللي هي سنتين قدرت تتطور وقدر الاسم ينسمع ما بين المجتمع الإماراتي. فخبرنا شو أسباب النجاح. تفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ملقب بالصادق الأمين طبعا، صح؟ أكيد. من هنا جت لي فكرة أن الصدق والأمانة في العمل هو أكثر طريق للنجاح. حلو. لما تكون صادق مع العميل في كل شيء بتقوله عليه، العميل اللي بيجي اللي بتتفق معه عليه بيجي لأيه هو بشكل عام، تمام؟ فطبيعي ان هو بعد كده العميل بيجيب لك 10 و20 و30 كلهم اصدقاء، لان صار ثقه، صار في ثقه بينك وبين العميل. طالما الثقه موجوده بينك وبين العميل حتى لو اعطيته بسعر اغلى فهو مش هياخد من بره، هو واثق فيك خلاص. خلاص بالظبط 100%. ده اللي احنا اشتغلنا عليه، وده الحمد لله يعني خلى اسم كيان معروف داخل دوله الامارات. برافو عليك. وفي معظم الدول اللي بنتعامل معاها الحمد لله اسمنا دلوقتي كويس جدا 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 الحمد لله. ونتمنى ونتمنى وبنسعى للافضل اكيد ان شاء الله. ان شاء الله طبعا اكيد الله. من قناه اي بي سي العربيه طبعا نتمنى لكم التقدم والنجاح اكثر واكثر، تستاهلوا وتستحقوا تكونوا رقم واحد بالامارات لانكم فعلا اجتهدتوا في هذا الشغل. Hello, we are Kayan Tourism Company, so our services are arrange your visa to Dubai, book the flight, book the hotel, and also we can help you to rent an excellent car here in Dubai in your visit, and rent a yacht. Also we can take you in trip inside the country to see all the famous places in Iman. Bonjour, je suis Madame Belkadi, l'assistante au sein de l'agence Kayan Tourism in Dubai. Nos services représentaient la réservation des hôtels, extrait des visas touristiques, ainsi que la location des voitures et des yachts, qu'elle fait des petites visites à Marina et à d'autres donc ports. Elle fait des visites touristiques. On a fait tout ce qui est réservation, y compris donc la tourisme in Dubai. Ainsi que notre agence vous souhaite toujours le bienvenu. Servizio aziendale, visto di lavoro per Dubai, prenotazioni volo, prenotazioni hotel e pagamento all'arrivo, noleggio auto e pagamento all'arrivo, prenotazioni yacht, viaggi turistici nazionali nel più importante punti di riferimento dell'Emirati Arabi Uniti. مبسوطين انه احنا قاعدين مع حضرتك الان، بس ان طبعا جوله في خليج دبي اكيد هسه المشاهدين راح يشوفوا كيف البيوت. خبرني اكثر عن انواع اليخوت وعن الفخامه او اللكشري الموجود داخل الشركه الخاصه بكم. خبرني اكثر عن خدمات الفعاليات اللي بتعملوها يعني بشكل عام للمشاهدين. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم، نورتوني. اول شغله شرف كبير لي تكونوا معي موجودين. شكرا. ونحن عنا تأجير اليخوت منبلش تقريبا من 10 أشخاص لل 250 شخص على يخت واحد نقدر نحطهم. واو حلو. الأكتيفيتيز اللي بنعملها حول دبي، بأبو ظبي، دبي، المارينا، أي مكان في الإمارات. أكثر الأماكن اللي فيها رفاهية عالية. رفاهية أكثر شيء محل ما نحن هلا بالمنطقة بمارينا. حلو. طبعا كل يخت عندك بيكون مكون من ثلاث غرف، ثلاث حمامات، حلو. واحد ماستر واثنين عادي. وعندك روف توب اللي هو العالم تطلع بتقعد فوق. الحفلات مثلا فيك تعمل عيد الميلاد، عيد زواج،
اي خطوبه، اي تيم جادري، أي مناسبه بنقدر نعملها. والخدمه حنا المميزه عندنا انه 24 ساعه بتقدر تحجز اليخت حتى 3 بالليل 4 بالليل. حلو. 24 ساعه في رقم بيكون موجود بتقدر تحجز اي وقت بدك. هو باسفل الشاشه الارقام كلها موجوده اكيد ان شاء الله موجود عندك 24 ساعه واي مناسبه نحن بشرفنا. يعني خلينا مثلا نحكي انه احنا هلا الان موجودين بيخت كثير كبير، فهلا في بعض المجاهدين مثلا بشوف مثلا بيستغلي بحكي لك انه انا بدي احجز كل هذا عشان مناسبه عيد زواج، فبسط لنا الامور اكثر بالنسبه للاسعار بالنسبه للخدمه اللي هي مقابل الخدمه. كيف مثلا هلا انه مثلا مشاهد حب يعمل مثلا عيد زواج او هلا نحن بنبلش حسب الاشخاص. عندنا بيتقسم اليخوت، نحن ما بنشتغل بالشخص، بنشتغل بالساعه. عندك بالساعه 10 اشخاص، الساعة 20 شخص، حسب كم شخص كل جروب. أسعار مبدئيا نحن عاملين وفرات كتير مرتبة، بتبلش من 500 درهم بالساعة لتوصل عندك ل 40,000 بالساعة حسب كم شخص. بس مبدئيا هيدا الأوفر تبع 500 درهم فارد ل 15 شخص مع الديكوريشن مع السوفت درينكس مع كل شيء جاهز كامل. وطبعا في عروضات من كيان تورز وتوريزم كومباني، كمان في عروضات عم ندخل فيها اليخوت بطريقه انه الزبون ما يحس انا عم بدفع كثير على اليخت فعليا، فعم نعطيه باكج كامل كرمال يكون مرتاح ويقدر ينبسط حتى السائح ياخذ كل الرحلات في دبي. صحيح برافو عليكم. ايه ان شاء الله. ومن هلا الامام ان شاء الله بتستاهل. شكرا كثير لكم كثير. اكيد المشاهدين حيشوفوا شو ان شاء الله. اهلا وسهلا بالموجودين كلكم وبتشرفونا، شرف لنا كبير. الله يزيدك الله يخليك. شكرا لك. يا اهلا واهلا وسهلا. الان خلينا نتوجه للرؤيه المستقبليه لحضرتك كبزنس مان، وين بتشوف حالك بعد 5 سنوات من الان؟ اول ما فتحت الشركه كان اول حاجه جت في بالي ان شركه كيان يكون لها اسم ومعروفه، وحاليا الحمد لله اصبحت كيان للسياحه براند. كيان اللي هو اسم على مسمى. الحمد لله. الحمد لله. اصبح كيان براند بين شركات السياحه كلهم. حلو. الحمد لله الحين ما في فندق ما يعرف كيان، ما في شركات ما تعرف كيان، الحمد لله كله بيجي على الاسم. ها صحيح. وانت فعليا عملت كيان لهي السنه. الحمد لله. هذا كان اهم شيء بالنسبه لي. الحمد لله. ان شاء الله نقدر نكمل على نفس المستوى احسن ان شاء الله. ان شاء الله برافو عليك. وباذن الله الفتره اللي جايه يعني بنفكر ان احنا هنفتح في كل اماره فرع باذن الله، وتسهيلا يعني تسهيل الخدمات على عملاء الشركه، وان يكون الكل مرتاح ومبسوط في المكان اللي هو حاطه. بالضبط ان شاء الله. ليش لا، طبعا هنا ما في شيء مستحيل بالامارات. خلينا كوننا احنا مرتاحين ومبسوطين هون، خلينا نعلق على موضوع الامن والامان اللي موجود في دوله الامارات كونها رقم واحد بالعالم على مستوى الرفاهيه، ايضا على مستوى البيئه الاستثماريه. فبدنا رساله شكر من الاستاذ محمد ابو المعاطي لشيوخ وحكام دوله الامارات. تفضل. الله يوفقهم على كل الدعم اللي بيقدموه لنا جميعا، والحمد لله احنا بنستثمر واحنا في امان، وده اهم شيء. يعني عايش بامان كشخص، فلوسك في امان طبعا، كل شيء عندك في امان، وده اهم شيء. يعني اي حد في العالم كله بيدور على الامن والامان. مظبوط. الامن والامان انا لقيتهم هنا، وعشان كده استثمرت وعشت في دبي، والحمد لله دبي المفضله بالنسبه لي. الحمد لله. الحمد لله. وعشان هيك لازم احنا كمان من قناتنا الساميه نتوجه برساله شكر لشيوخ وحكام دوله الامارات، ونخصها بالذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات. بتشكرك جزيل الشكر استاذ محمد على استقبالك الرائع لنا في الشركه الخاصه بحضرتك. ان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. ان شاء الله حبيبي، شرفتونا وشركتكم اي وقت وتحت امرك. تسلم لي يا رب. قبل نهايه البرنامج بحب اخذ منك بس توضيح بسيط للمشاهدين وين احنا موجودين بدبي. احنا موجودين في دبي على شارع الشيخ زايد. حلو. بنحط ارقام التليفونات وكل شيء، اللي حابب يشرفنا اي وقت اهلا وسهلا بيه. وفرع الشركه الاخر موجود في عجمان في ابراج الهوريزون، اي وقت ان شاء الله تحت امركم موجودين، تحت امركم وفي خدمتكم. تسلم. تسلم. طبعا مشاهدين الكرام ارقام التواصل في اسفل الشاشه مع الويب سايت لشركه كيان لتنظيم الرحلات السياحيه. بتشكرك مره اخرى استاذ محمد لوقتك الثمين. شكرا. تشرفنا فيكم وسعدت بلقائكم جدا والله، ونورتوا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.